النهارده هنعمل مع بعض خرشوف، بدل ما هنحشيه بقى باللحمه المفرومه هنحشيه بالسبانخ والزيتون وميكس كده ظريف جدا. طيب ايه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا شويه من السبانخ، عندي خرشوف واخد سلقه، عندي هنا شويه من الفلفل الاحمر المشوي في الفرن، زيت زيتون ملح وفلفل وشويته، عندي جبنه ريكوتا زبده، عندي بصل، شويه من الدقيق، ثوم مفروم، زيت زيتون وشويه زيتون متقطع شرايح، وعندي هنا شويه من مرقه الخضار. مسكينه عظيم جدا. طيب عندي بوله هنا على جنب هنزل فيها الفلفل، في الطاسه هنزل زيت الزيتون هديله فرصه يسخن، هجيب في البوله بتاعتي هنزل بالزيتون، هنزل بالبصل ومعاه الثوم المفروم. نقلب الكلام ده مع بعض، رشه من الملح ورشه من فلفل اسود. يجي له فرصه كده، انا مستني ايه؟ مستني الهب والريحه بتاع الثوم والبصل يجي ويعدي زي ما بقول لكم. وعلى البصل والثوم هنزل بالسبانخ. هنقلب الكلام ده، نسيبها كده بس دقايق. هاجي هنا هنزل بنقطة صغيرة قوي من المرقة، رشة كمان من الملح، رشة من الفلفل الأسود. تقلب السبانخ، طبعا لو بستعمل سبانخ فريش يبقى هنقعد نقلب كده لحد ما تدبل، السبانخ فروزن تبقى اوريدي خلاص معموله فمش بتاخد وقت خالص. وعلى طول هاخد السبانخ بالبصل والثوم وهنزل بيهم هنا على الخلطه اللي احنا عملناها. هاخد الطاسه بتاعتي زي ما هي كده، هنزل بالزبدة نقطة صغيرة قوي من زيت الزيتون، هسيب الكلام ده يسيح مع بعض. هناخد الجبنة ننزلها على الميكس ده، هنخلط بقى الكلام ده كله مع بعض كويس قوي. السخونية بتاعت السبانخ هتساعد الجبنة ان هي تتفتت بسهولة ويبقى ده الميكس بتاعنا. طيب هروح بقى على الزبدة بتاعتي، هنزل بشوية من الدقيق، هسيبه بقى ايه يتحمر كده في الزبدة. حلو قوي. هاجي على الدقيق وهنزل بشويه من المرقه، نزلنا المرقه
نعمل ايه دلوقتي؟ هننزل الخرشوف بتاعنا كده واحده واحده. هناخد الخرشوف بقى واحده واحده كده في ايدينا وهديها حشوه اهو بالشكل ده كده، وهنزلها في الصوص واحده واحده بقى كده. نحط الحشوه وننزل في الصوص، هنغطي كده. احنا عندنا كل حاجه مستويه، حتى الخرشوف بتاعنا مسلوق، انا بس عايزه يسخن. فهنسيب الكلام ده بالظبط 15 دقايق بالكتير قوي ونقدم على طول.